السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلاب الصف الثالث. إن شاء الله نبتدي مع بعض حصة جديدة، مكملين في الوحدة الأولى، الأسنان والأعضاء والعظام والعضلات. هنكمل الجزء الثاني من الدرس رقم 5، أي عظام لدي. في نهاية هذا الدرس سوف أستطيع أن أسمي بعض العظام الرئيسية في جسم الإنسان، مثل الجمجمة، الضلوع، الركبة، الحوض. أشرح دور العظام في حماية الجسم وحركته ودعمه. زي ما عرفنا أن القيمة الشهرية الابتكار، أما القيمة الأسبوعية وهي الإيثار، هو تفضيل الغير عن النفس. طيب نبتدي نراجع مع بعض على أسماء العظام اللي أخذناها المرة اللي فاتت. قلنا كان عندنا الجمجمة، الضلع، المرفق، الركبة. خلي بالنا من المرفق والركبة ونبص عليهم كويس جدا، لان دول بنقول عليهم مفاصل. تمام، المرفق والركبة دول مفاصل وهناخدها بعد كده النهاردة ان شاء الله، بس نأكد على الاشكال بتاعتهم. طيب وبعد كده عندي عظام الكتف، العمود الفقري، والحوض، والكاحل. طيب نبتدي نشوف مع بعض الصور، الأعضاء الرئيسية اللي احنا عرفناها. عندي صورة مين قدامي؟ صورة القلب، الدماغ، الرئتين. تمام، طيب وبعدين عندي قدامي العظام، عندي عظمة الجمجمة وعندي القفص الصدري أو الضلوع. تمام، طيب نشوف كل واحد بيحمي ايه. طيب احنا عندنا القلب، القلب مكانه فين؟ مكانه عند الايه؟ الضلوع أو القفص الصدري. تمام، يبقى انا عندي القفص الصدري بيحمي القلب. طيب عندي الدماغ، الدماغ احنا عارفين مكانها فين. تمام، الدماغ دي بتكون داخل ايه؟ داخل الجمجمة. تمام، وبعدين عندنا الرئتين، الرئتين في نفس مكان القلب، وقلنا ان القلب بيكون بين الرئتين وعند الايه؟ القفص الصدري او الضلوع. تمام، يبقى انا عندي بعض الاعضاء الرئيسيه اللي عندي بتحمي الاعضاء الرئيسيه اللي موجوده عندي. يبقى العظام بتحمي الاعضاء. تمام، زي عندي الجمجمه تحمي مين؟ الجمجمه عرفنا انها بتحمي الدماغ، اما الضلوع بيحمي القلب والرئتين. تمام، وقلنا الاعضاء اللي موجوده الاساسيه اللي عندنا بتخلينا على قيد الحياه. بعد كده عندنا كيف تتحرك المفاصل. احنا قلنا كلمة المفاصل دي المكان اللي بتتصل فيه عظام الهيكل العظمي ببعضها البعض، زي ما احنا شايفين في الصور اللي قدامنا، المكان اللي مرتبط بيرتبط عظمتين مع بعض بنسميه مفاصل. وانا الجسم عندي كله مليان مفاصل، تمام، لان انا الجسم عندي مش عظمة واحدة، لا انا عندي عبارة عن مجموعة من العظام وكل عظمة متصلة ببعض. عندي مفاصل فين؟ مفاصل في الكتف، مفاصل المرفق زي ما شفنا، ها المعصم، ايدينا، الورك نفسه من فوق اللي عندي العظمة الكبيرة، وعندي الايه؟ عظمة الحوض، عندي الركبة، عندي الكاحل، كل دي مفاصل. يبقى تاني، ها عندي عظمة، عندي مفصل الكتف، مفصل المرفق، اشاور على نفسي، ها المرفق، المعصم، الورك، الركبة، الكاحل. تمام، طيب نبتدي نشوف مع بعض، نبتدي بقى نحرك المفاصل بتاعتنا. اقف كده واقوم وابتدي احرك جسمي. اول حاجة احرك المعصم، معصمي، المكان بتاع معصمي، والمرفق، ها، واحرك الركبة بتاعتي، واحرك الكاحل، واشوف اوجه الشبه والاختلاف. طيب انا عندي الكاحل، عظمة الكاحل اللي في الرجل تحت، وعندي المعصم، ايدي ورجلي، الاجزاء دي ممكن تتحرك ايه؟ لو انا قعدت حركتهم كده، تعالوا نحركهم مع بعض، هتلاقيهم بتحركي ايدك، حركي ايدك، اليد، احنا عرفنا اليد صح، نبتدي نحركها ونحرك القدم تحت، دول الكاحل والمعصم. تمام، هنلاقيهم بيتحركوا في حركة دائرية. طيب ابتدي احرك المرفق، وعندي احرك الركبة بتاعتي، نبتدي نحركها كده، ابتدي احركيها، شوفيها بتتحرك لفين، بلاقيها بتتحرك من جنب الى اخر واعلى
وأسفل. يبقى لاحظ الحركات، يبقى أنا عندي في حاجات بتتحرك حركة دائرية، مفاصل بتتحرك حركة دائرية، ومفاصل بتتحرك من جنب إلى آخر. تمام؟ طيب يبقى عندي المفاصل في جسم الإنسان بتتحرك بطرق مختلفة، وكل حاجة على حسب شكله وموقعه. يبقى احنا عرفنا ان الهيكل العظمي، وعرفنا اسماء العظام بتاعتي، وعرفنا ان احنا بدونه ما نقدرش ان احنا نبقى مستقيمين، فاكرين المرة اللي فاتت. وعرفنا النهاردة ان هو كمان بيحمي بعض الاعضاء الداخلية زي ما قلنا القلب والايه والرئتين، وبيحمي الدماغ. عرفنا ان هو بيخلينا نتحرك، سواء كان قلنا ايه حركة دائرية او للامام والاعلى. تمام؟ يبقى وظائف الهيكل العظمي، الهيكل العظمي عنده كام وظيفة؟ 3 وظائف: يحمي الأعضاء الداخلية، يدعم الجسم من خلال إبقائه مستقيم، خلينا واقفين كده، يساعده على التحرك. نحفظهم كويس جدا، وظائف الهيكل العظمي: يحمي الأعضاء الداخلية، يدعم الجسم من خلال إبقائه مستقيم، يساعده على التحرك. طيب نشوف بقى المفاصل اللي في جسمنا وبتعمل بتخلينا نقوم بايه. طيب نكمل كده على الجملة الاولى. ها نشوف العمود الفقري، احنا عرفنا العمود الفقري، الصورة قدامنا. طيب العمود الفقري، نقف كده ونشوف العمود الفقري. اقف كده مستقيمة وانزل لاسفل، اقف مستقيمة وانزل لاسفل. اذا العمود الفقري يسمح بان ننحني، يخليني اقدر انحني. طيب نشوف مفاصل الرقبة، احرك الرقبة بتاعتي، احنا الرقبة بتاعتي بتتحرك ايه؟ يمين يسار للاعلى والاسفل، صح؟ يبقى انا مفاصل الرقبة بتخليني اعمل ايه؟ بحرك رقبتي من ايه؟ من جنب الى اخر واعلى واسفل. طيب مفاصل الفكين، احنا الفك بتاعنا ده في مفصل خلي ايه، بيخلي بقى ايه يتكلم، صح؟ بيخلينا نقدر نتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي، ممكن نغني كمان. طيب نشوف مفاصل الذراع، الذراع دي كلها فيها مفاصل، ها بتخليني انا الذراع دي يا اما بشيل بيها ايه، بقدر احمل بيها الاشياء او التقط الاشياء. طيب ها مفاصل الاوراق، الورك عندي والرجل، بتخليني ايه امشي واركض، امشي واركض. تمام؟ طيب يبقى قدرنا عرفنا المفاصل دي ربنا وهبها لنا انها بتخلينا نقدر نعمل حركات مختلفة. يبقى تسمح المفاصل في جسم الانسان باداء انواع كثيرة من الحركات. تمام؟ يبقى اتعلمنا في الدرس ده عن الهيكل العظمي، وعرفنا ان هو عظام بيضاء وقاسية، عرفنا اسماء العظام، وعرفنا كمان اهمية الهيكل العظمي، وقلنا ان هو بيحمي الاعضاء الداخلية ويدعم الجسم وبيساعده على الحركة، وعرفنا ان انا عندي مفاصل في جسمي، المفصل ده اللي بيربط عظمتين ببعضهم البعض وبيخليني اعمل حركات مختلفة. خلاص؟ نشوف التقويم. ها تحمي الضلوع، احنا لسه قايلينها النهارده، تحمي الضلوع القلب والرئتين. ها الجمجمه تحمي الدماغ. طيب الركبه والمرفق، ها الركبه والمرفق، مش فاكره، ابتدي احرك الركبه والمرفق عندي، بتخليني هل انها بينفع تتحرك في حركه دائريه ولا بتتحرك من جانب الى اخر، كما انها يمكن ان تتحرك الى الاعلى والاسفل، تتحرك من جانب الى اخر. يمتلك الانسان العظام الاقوى بين سن 20 و35 سنة. لماذا يعد الاطفال اكثر عرضة لكسر عظامهم؟ تفتكروا ليه؟ اول حاجة طبعا ان معظم الاطفال لسه لا تزال في طور النمو، معظم الاطفال لسه بينمو، فممكن عرضة ان هم يكسروا عظامهم. وكمان بعض الاطفال ممكن يقوموا ببعض الحركات الخطيرة، ممكن ان هم بينطوا، يتسلقوا الاشجار، يقع من على الكرسي، يحصل اي حاجة لا قدر الله بيعرضهم للكسور. تمام؟
عندي النشاط المنزلي، ممكن اجمع صور هياكل عظمية بقى لكائنات حية اخرى، مش لازم الانسان، ممكن ارسمها او ممكن اشوفها على النت. عندي طبعا الكائنات الحية، بيبقى في كائنات اللي هي الحيوانات بيبقى عندهم برضو هياكل عظمية شبهنا، عبارة عن عظام، وكل طبعا حيوان على حسب شكله. تمام.